الكوبري كمان يمكن تأثر فترة بسبب الثورات المتكررة أو الفترة الخاصة اللي بدأت من ثورة 25 يناير حتى الآن، وعملية الاستنزاف المالي اللي حصلت في البلد. فبقى فيه أولويات منها المشروع القومي للطرق ومشاريع أخرى اللي هي الأولويات الخاصة بعمليات البناء، إعادة البناء الاقتصادي. فأنا مش هينفع إن أنا يبقى عندي طريق سيء تماما مش قادر اشتغل عليه تنميه واسيبه واروح اجدد كوبري هو اصلا بيقوم بالخدمه بتاعته بشكل جيد جدا. فبالتالي انا عندي حاجه مهمه جدا هي تطوير كوبري امبابه، بس في اهم منها اللي هو المشروع القومي للطرق. فخلال الفتره اللي جايه اعتقد في الميزانيات القادمه هي في جزء خاص لتطوير كوبري امبابه ان شاء رب العالمين. كوبري امبابة أنشئ سنة 1891. سبب نشأة كوبري امبابة أنه هو يربط الوجه الإبري بالوجه البحري. كوبري امبابة بيتميز أنه هو دورين، دور السكة الحديد والعربيات ذهاب وإياب، والدور الثاني للمشاة. كوبري امبابة طوله حوالي 495 متر، وعبارة عن 6 باكيات، والباكية السبعة اللي هي بتتفتح وهي موجودة على صينية، لأن هو من ضمن الكباري اللي بتتفتح دوران، وبيتفتح يعدي سفن في أوقات معينة، وبيتقفل يعدي أطباق السكة الحديد والعربيات.